السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة طلبت مني كثيرا. هذه الوصفة لعلاج نحافة الجسم ولزيادة الوزن وإبراز معالم الأنوثة. بالنسبة لوصفة اليوم وصفة بسيطة، مكونات يعني نحاول أننا نوفرها تقريبا لمدة أسبوع، وستلاحظون نتائج رائعة بإذن الله. قلت وصفة اليوم هي عبارة عن مشروب لذيذ جدا لتسمين الجسم وعلاج النحافة. نحتاج فيه مجموعة من المكونات المغذية والغنية بالمواد المفيدة للجسم. بالنسبة لهذه الوصفة، الناس الذين يعانون من ارتفاع في السكر يعني لا تصلح لهم نهائيا، يعني لا أنصح باستعمالها للناس الذين مرضى السكري الذين يعانون من مرض السكر. أيضا هناك بعض النصائح لزيادة الوزن، الإكثار من البروتينات والوجبات الغذائية المشبعة، الإكثار من البيض المسلوق، أيضا تناول الموز. بما أن هذه الوصفة سيكون فيها الموز، يعني هذه المشروب سيغنينا عن بعض الوصفات الأخرى، والإكثار من الوجبات، يعني نحاول أننا نأكل الوجبات المشبعة. أيضا بالنسبة للناس الذين يعني ممكن الذين يعانون من نحافة يعني قوية جدا، ممكن أنهم يشربوا منقوع الحلبة، يعني نأخذ كمية من الماء البارد نضيف له القليل من حبيبات الحلبة ونتركه حتى يتغير لون الماء، يصبح تقريبا أصفر، ونتناول هذا الماء بارد في أي وقت، يعني عندما نحس بالعطش نشرب الماء منقوع الحلبة، ولكن ضروري أننا نضع هذا الماء في الثلاجة كي لا يتعفن. نبدأ الآن مباشرة في تحضير هذا المشروب. طريقة الاستعمال مهمة جدا. قبل ذلك أتمنى دائما منكم لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد يشتركوا في القناة، وسأحاول إن شاء الله إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. نبدأ. أول شيء نحتاج إلى كوب من الحليب، نضيف له المكون الثاني وهو الشوفان، الشوفان أو الخرطال بهذا الشكل. نضيف تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين من الشوفان، نخلط جيدا ونترك هذا المنقوع لعدة دقائق حتى يسهل علينا عملية طحن الشوفان مع الحليب. نتركه تقريبا ربع ساعة إلى نصف ساعة ثم نكمل تحضير الوصفة. تقريبا بعد مرور نصف ساعة نأخذ هذا الخليط، سأفرغ هذا الخليط في إناء كبير. ثم نبدأ بإضافة المكونات الأخرى. أول مكون نأخذ حبة من الموز تكون تقريبا متوسطة الحجم، ونقطعها
ثم نضيف بقية المكونات. بالنسبة للمكون الآخر وهو الشوكولاتة، شوكولاتة الطلي أو أي نوع من الشوكولاتة، النوتيلا أو أي نوع من الشوكولاتة الأخرى، نضيف تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين شوكولاتة الطلي، ثم نضيف المكون الآخر وهو عسل النحل، نضيف تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من عسل النحل. هناك مكون آخر إذا توفر عندنا من الأحسن إضافته وهو زبدة الفول السوداني، إذا كانت متوفرة نضيف تقريبا ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني يكون أحسن، ثم نقوم بضرب هذه المكونات كلها بالخلاط، نضرب المكونات كلها بالخلاط. سوف أقوم بضرب المكونات ثم نعود لكم بعد قليل. بعد ما ضربنا المكونات كلها مع بعض تحصلنا على مشروب رائع جدا منعش ولذيذ، من الأحسن أننا نضعه في الثلاجة ونتناوله بارد. بالنسبة لطريقة الاستعمال مهمة جدا، نأخذ مقدار كوب من هذا المشروب ونتناول تقريبا مقدار كوبين في اليوم، إذا كنا نريد تقريبا زيادة يعني من 5 كيلو حتى 7 كيلو في الأسبوع. أما إذا أردنا زيادة الوزن أكثر ممكن أننا نتناول 3 أكواب من هذا المشروب. بالنسبة لوقت تناول هذا المشروب سنتناوله بين الوجبات، يعني بين وجبة الفطار ووجبة الغداء نأخذ كوب بارد من هذا المشروب، أيضا بين وجبة الغداء ووجبة العشاء نأخذ كوب من هذا المشروب، وإذا أردنا تناول 3 أكواب في اليوم نأخذ أيضا كوب بعد وجبة العشاء، يعني تقريبا على 3 مراحل أو على مرحلتين. نستمر على هذه الوصفة تقريبا خلال أسبوع سنلاحظ زيادة كبيرة في الوزن. أيضا لا ننسى النصائح التي قدمتها في بداية الفيديو، يعني نحاول أننا نتناول وجبات مشبعة وغنية بالبروتينات، نأكل أيضا البيض المسلوق تقريبا حبتين من البيض يوميا، أيضا نتناول البطاطا بكثرة خلال فترة قصيرة جدا، ستلاحظون نتائج رائعة بإذن الله. هذه هي وصفة اليوم، إن شاء الله تفيدكم. لا تنسوا لايك وشير للفيديو، أيضا لا تنسوا التعليقات والزوار الجدد، أتمنى الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.